مساكم الله بالخير يا جماعة الخير. منطقتنا ولادة، ولادة بقصص نجاح ملهمة. عندنا مشكلة أن أصحاب المشاريع هذه مو من السهل الوصول لهم ولا من السهل أنك تتعلم منهم. حاولنا ومن خلال برنامجنا هذا نوصلهم في مشاريعهم، في بيوتهم، نسألهم عن أشياء قاعد تصير معاهم اليوم. المعلومة اللي بتفيدنا أكثر هي معلومة اليوم نتعلمها واليوم نسألها. حاولنا في هذا البرنامج نلخص لكم أهم المشاريع في منطقتنا وأكثرها فاليوم. يوم الافتتاح افتتحوا الفرعين، شعوركم؟ بقينا نبكي صراحة، بقينا نبكي. يعني أقول لك شغلة، إحنا كان أصعب مرحلة بالمشروع كله يمكن شلون أفتح. أول شيء يخاف منه البطل، يخاف بالدوانية يقول عنا هي مسكين ما توفق دش بالطوفة، فشل. يخاف من أحد يقول عنا هالشيء. شعورك أول يوم افتتاح؟ خوف، خوف من الفشل. بلشت لمحاتات؟ لمحاتات من أول يوم. ولي يومك أنا حاتي. تكفى بس خلاص يعني، خلي محاتات عق غير. ما أقدر. تعودت طبعًا. تعتقد هذه الصفة من أسباب نجاحك؟ أنك دائما تحاتي دائما سابق المشاكل. أعتقد الخوف مهم، لازم تخاف. ترى الذكاء مو كل شيء، يعني الذكاء مو كل ذكي راح يكون ناجح. النجاح هو استغلال الفرص، ان الواحد يكون شجاع. والشجاعة مو معناتها ان الواحد ما يخاف، الشجاعة معناتها ان الواحد يقدر يتحكم بخوفه عشان يقدر يواجهه ويوصل حق المكان اللي يبيه اللي هو هدفه. فالواحد مو شرط بس يكون ذكي، لازم يكون عنده الجرأة انه ياخذ القرارات في الوقت المناسب ويستغلها. زين انا بسوي مطعم وما عندي ذوق الاكل، شو اسوي؟ ليش تسوي مطعم؟ في بزنس حلو، اوبورتونيتي ويسوي فلوس. شو اللي تحبه؟ شو اللي تحب تسوي؟ شو اللي تحب تسوي؟ ما ادري. ما تدري؟ لازم تفكر بشيء. يعني انا بدش في مجال مطاعم لان بزنس زين، غلط. انا من وجهة نظري غلط، لان اذا تبي الشيء يستمر لازم يكون عندك شغف. لكن انا قبل انام افكر بوصفات، افكر تصميم، هذه كلها افكار قبل النوم. وإذا ما كانت يعني إيه؟ لا غير الفانو، يعني هم اهتمام، موضوع اهتمام. يعني الحمد لله قدرنا نسوي الريسيبي الأولى والثانية والثالثة. لما وصلنا حق الريسيبي رقم 27، الريسيبي 27 ريسيبي حق فروزن يوغرت. غير ترى جتنا أيام، يعني إحنا ما تكلمنا على الأربع سنين ونص، كنا نقعد نيجي الساعة 8 نطلع من العيادة الساعة 12 بالإنداو، من 9 إلى 9 شغل، بس احنا جايين 8 نطلع من العياده الساعه 12 بالليل، وحده بالليل. ما كانت سهله، ما كانت والله سلسه. من اول يوم كنا ناجحين ومستانسين، لا تعبنا وكرفنا وتحملنا، ومر علينا اوقات صعبه ومر علينا مشاكل. اذا الواحد بالمكان اللي يبي يشتغل فيه اللي هو نص حياته، ثلث حياته، 8 ساعات ثلث حياته مو مستانس فيه، صراحه انا بالنسبه لي مو مكان اقعد فيه. يو انفستد بالماشينري، ايه شريتوا الماشينز من الايطاليين هذيلا، حطيتوهم في السرداب. صحيح. وبلشتوا كملتوا ار ان دي، بروفيشنال ار ان دي. يعني نقدر نقول سبب سيطرتكم على السوق، او ذا ريزن يو ار نمبر 1 از ار ان دي، بس حق اللي ما يعرف از ريسيرش اند ديفلوبمنت. هذا سببكم الاساسي، هذه الخلطه السريه. هذا مينلي، وان عارفين شلون نسوي. احنا كل شيء سويناه على مدار العشر سنين اللي فاتت جديد. We broke every single rule. كل شيء كانوا يسوونه قبلنا سوينا عكسه. انطر لما بتقاعد بعدين تروح بار تايم، لا فول تايم استقيم الحكومة وركز. عندك انت امور الناس متعودة عليها، سواء كان في الجلسة ولا في التعامل، او يعني الامور الاجتماعية اللي احنا متعودين عليها. لازم شوية تعطيها تشالنج، تكسر شوي. لازم اختيار الشريك يكون الانسان اللي بيختار يكون جدا حريص باختياره. هذه واحدة. اثنين، ما تبي الشريك اللي دائما يتفق معك، لان اذا شريكك دائما يتفق معك واحد فيكم لازم يمشي. حتى لو نختلف، اذا هدفنا واحد وكلنا عارفينه وندري شو بنوصل له، الاختلاف لازم يكون موجود. ايه موضوع تفاهم، فاهمين بعض. اليوم يمكن ايه واحد جديد احاول افهمه لازم، وعارف شنو نواياه. لما في شغله مثلا تثيرك قالها او سواها، اعرف شنو نواياه. مو كل شيء اخواش، يعني اليوم احنا في اختلاف قاعد يصير بوجهات النظر بس.
ابدا ما صار الحمد لله بيننا اختلاف كنجم شخصي. فشيء طبيعي انا احتاج ان في احد يدش معاي يكمل الباجي. حلو. لكن ولكن بشرط. اي بشرط ان انت تكون المساهم الاكبر في المشروع. تحافظ على لازم تحافظ على الاغلبيه. ليش؟ لان في حال الخلاف الكفه بيدك. بالنهايه فكرتك شغلك. فلازم تحافظ على الشيء هذا. بتدخل معاك ناس هم يصيرون الاغلبيه تطلع منها. اذا المطعم زين وعندك اكل زين الناس بتجي تتعنى. المكان الزين الناس تتعنى له. لكن اهم شيء شنو؟ الباركينج. عندك مواقف وفرت المواقف حق الناس كثير. حلوه خوش نصيحه. بالاخير عمرك في حياتك اذا تبي توصل لاعلى المقامات ما تضحي بالكواليتي، لان من غير كواليتي ماكو ساتسفاكشن، من غير ساتسفاكشن ماكو لورا.